أسمعك مخرجين. أهلا بك أستاذ القاسم. إذا ما عدنا مرة أخرى إلى ما كنت تتحدث عنه بأنه هذه الحرب هي حرب السودان وليست حرب البرهان، ولكن إذا ما تحدثت صحيفة السودان تريبيون بأنه هناك من الممكن أن يكون اجتماع مقترب ما بين البرهان وحميتي، ولكن هذه المرة في مصر وبسبب الحساسية أو حساسية الوضع المصري بخصوص السودان من الممكن أن يقبل الطرفين. برأيك هل ستقدم مصر على مثل هكذا خطوة بالأساس كما توقعت سودان تريبيون أم لا، وهل سيوافق البرهان أو لا؟ طيب الحمد لله رب العالمين. أولا أخي الكريم، جمهورية مصر العربية تعلم تماما أن المهدد الأكبر لها ولأمنها القومي هو استمرار حالة الصراع والنزاع في السودان، وأن مصر في استراتيجيتها لن تسمح ببقاء ميليشيا دعم السريع كميليشيا مهددة للاستقرار ولبقاء الدولة والاستقرار الدولة السودانية، بالتالي التأثير على الأمن القومي المصري. أما الجهود المصرية التي يعني بذلت في الفترة الأخيرة أكدت مرارا وتكرارا على حق سيادة السودان على أراضيه وعلى استقلالية السودان في قراره، وعلى أن هذا الصراع السوداني هو شأن سوداني داخلي منعا للتدخلات الدولية والإقليمية، خوفا من أن تمتد هذه الحرب أكثر من مما امتدت إليه، خاصة إذا هذه الحرب وصلت إلى شمال السودان فستؤثر مباشرة على جمهورية مصر العربية. النقطة الثانية أن الميليشيا الدعم السريع حليف استراتيجي لأثيوبيا، وهنالك خلاف كما تعلم يعلم العالم أجمع، خلاف كبير جدا ما بين مصر وأثيوبيا من خلال صد النهضة وما ذلك. لذلك لن تسعى مصر ولن تجتهد مصر في أن تبقي على ميليشيا الدعم السريع وأن تنتزع أي شرعية لميليشيا الدعم السريع، وإنما دعوتها إلى البرهان وزيارة البرهان لمصر أكثر من مرة هذا من التأكيد على التحالف أو التواصل ما بين الجيش المصري والجيش السوداني، وهذه طبعا اتفاقية أمنية واتفاقية دفاع مشترك موقعة، وحتى هنالك كانت مناورات عسكرية مشتركة بين الجيشين حتى من قبل سقوط نظام عمر الحسن أحمد البشير، واستمرت هذه وتجددت هذا التعاون العسكري. إبان حكومة حمدوك ولما كانت مريم الصادق وزارة الخارجية وقعت على تمديد هذا التعاون العسكري، ومصر تريد أن تحافظ على تعاونها مع الجيش السوداني وتريد أن تدعم الجيش السوداني بما يمكنه من حسم المعركة لصالح الجيش السوداني لصالح الدولة السودانية. حسم المعركة لصالح ميليشيا الدعم السريع أو الإبقاء على نفوذ لميليشيا الدعم السريع وشرعية لميليشيا الدعم السريع في السودان سيؤثر سلبا على الأمن القومي المصري. طيب سأختم معك بهذا السؤال، يعني ماذا سيقدم المبعوث الأمريكي برأيك، وهذا ما تحدثت فيه مع الجمهور عندما كنت في الفصل أنت، يعني ماذا من الممكن أن يقدم المبعوث الأمريكي للسودان؟ يعني إذا ما تحدثنا عن الاتفاق الإنساني فإن اتفاق القضايا الإنسانية في 11 مايو 2023 كان أفضل اتفاق ولم يطبق، إذا تحدثنا عن اتفاقات وقف إطلاق النار خلافها الدعم السريع، الاتفاقات الإنسانية لا يطبق الدعم السريع، وهو الاتفاق الاقتصادية الغرب بالأساس هو من يفرض عقوبات اقتصادية، منابر جدة لا تمارس الضغوطات، وهذا طبيعي أن المنابر السياسية تمارس ضغوطات على الأطراف لم تمارس ضغوطات على حميتي. إذا ماذا سيقدم بالأساس المبعوث الأمريكي وأول خطواته أن يجلس مع تقدم؟ أنا كما ذكرت في مقدمة حديثي أن هذا المبعوث جاء إلى السودان أو جاء إلى أفريقيا لحل مشكلة السودان ولم يحمل معه رؤية لإنهاء الحرب أو خطة لإنهاء الحرب في السودان، وإنما هل حقيقة هو لا يحمل رؤية أم أنه يحمل رؤية نحن لا نعرفها؟ لا يحمل رؤية، لأنه إذا كان يحمل رؤية ما كان يعني يلتقي أولا بحلفاء ميليشيا الدعم السريع ثم يعلن أنه قد توافق مع هذه المجموعة مجموعة تقدم، فواضح أنه جاء بتوجه واحد استمرارا لمسيرة السفير الأمريكي الإبقاء على مكونات الحرية والتغيير التي كانت جزءا من الاتفاق الإطاري والحفاظ على ذات العملية السياسية من خلال الاتفاق الإطاري التي أشعلت هذه الحرب، وهذا يعني هو جهل بمجريات الأمور في السودان. الأمر الثاني أن العلاقات الأمريكية السودانية، ولا أتحدث عن العلاقات الرسمية ما بين الدولة المتحدة الأمريكية ومجلس السيادة في السودان، وإنما أتحدث عن الدبلوماسية الشعبية وعن وجود أمريكا داخل الوجدان السوداني، علاقات البلدين في مهب الريح،
الأخطاء التي ارتكبها السفير الأمريكي السابق وانحيازه لقوى الحرية والتغيير، هذه القوى المنبتة، ومحاولته إلى علمنة السودان وفرض مشروع علماني أو نيوليبرالي على السودان من خلال مجموعات حتى سماها هذا المبعوث الأمريكي أنها أقليات، قال أقليات، هي من ذات الأقليات المنبوذة من الشعب السوداني، يريد أن يجعل هذه الأقليات حكاما وقوامة على الشعب السوداني. وكذلك السفير الأمريكي حاول هذه المحاولات، ومحاولاته أدت إلى هذه الحرب، وبالتالي كل الوجدان السوداني الآن يرى أن أمريكا هي عدو لدود، وأن الولايات المتحدة الأمريكية بأي حال من الأحوال لا تدعم الجيش السوداني، وقالوها صراحة على لسان متحدثيهم أنهم لن يسمحوا للجيش السوداني بالانتصار. هذا يعني أنهم سيعملوا على الإبقاء على قوتين في السودان، قوة الدعم السريع وقوة الجيش السوداني، وعلى الحفاظ على ميليشيات، وعلى تحويل السودان إلى دويلة ميليشيات، وهذا ما نص عليه القرار الأمريكي في الكونغرس الأمريكي الذي رفع إلى الإدارة الأمريكية للتوقيع عليه، وكان ينص صراحة على نزع السلاح من الطرفين ومنع تسليح الطرفين. وسبقت الولايات المتحدة الأمريكية أن عاقبت شركات القوات الشعب المسلحة وعاقبت آخرين من أبناء الشعب السوداني ظنا منهم أنهم هم الذين يقدمون الدعم للجيش السوداني، مع أنهم لم يعاقبوا كل المدنيين والتجار والرأسمالية وأصحاب الأموال الذين يدعمون ميليشيا الدعم السريع. فبهذا المسلك وبهذا السلوك وبهذا المنهج ما لم تصححه الإدارة الأمريكية، فإن العلاقات السودانية الأمريكية في مهب الريح. كما أن السودان حينما فقد الأمل في دعم المجتمع الغربي واتضح له أن هذا المجتمع يدعم سلوك الميليشيات في السودان ويدعم شرعنة الميليشيات في السودان، اتجه السودان شرقا، اتجه إلى روسيا التي امتنعت في مجلس الأمن الدولي أن توقع على الأمر بوقف إطلاق النار، وقد تذهب روسيا لأكثر من ذلك، فإنها تستخدم حق الفيتو في أي قرارات من مجلس الأمن الدولي اتجاه السودان في مقبل الأيام. وذهب إلى إيران التي قطع علاقته بها منذ 2016 من زمن نظام عمر حسن أحمد البشير، ومدته إيران بالمسيرات ومدته إيران بالسلاح. هذا تحول كبير جدا في التحالفات الاستراتيجية للسودان في المنطقة، وهذه التحالفات تضر تماما بالوجود الأمريكي خاصة في البحر الأحمر، وترضي تضر بالوجود الأمريكي والعلاقات الأمريكية السعودية، وتضر بشكل مباشر المملكة العربية السعودية، وإن كان السعودية فتحت بعض النوافذ وبعض التواصل مع الإدارة أو مع القيادة في إيران، لكن الخلاف ما زال عميقا بين البلدين. ووجود إيران في السودان ووجود إيران في سواحل البحر الأحمر في السودان مستقبلا سيهدد الأمن القومي السعودي كما حددتها من خلال الحوثي في اليمن. لذلك هذه التحولات الغريبة وهذه التحولات التي حدثت للقيادة السودانية حدثت بفعل الخذلان الذي وجدته هذه القيادة، سواء كان من أشق أهل العرب الذين لم يقفوا معها، أو من المجتمع الدولي الذي دعم سلوك ومنهجية الميليشيات السودان. أستاذ أبو القاسم الزبير الباحث والمحلل السياسي، أشكرك بشدة على تواجدك في هذه الحلقة، وأشكرك على كل هذه الإفادات. إذن مشاهدنا الكرام، في صباح اليوم بدأت الانتخابات الروسية، تداعيات هذه الانتخابات على الداخل الروسي وعلى الحرب الروسية الأوكرانية سنناقشه، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.